عبد المحسن يقول لي مي نهاية فنية سيئة حق جمال ردهان وأحمد جوهر رغم من بدايتهم القوية، مي شنو رأيك؟ لا شوف ما نقدر نقول نهاية لأن ما شاء الله عندهم عطاء إن كان جمال ولا أحمد جوهر. أوكي هم مشكلتهم يعني هم قاعد يقدمون أعمال يعني أنا جمال يعني أقول إنه قاعد يختار أفضل اللي قاعد يعني من الأشياء اللي قاعد تنعرض عليهم. الزمن والكتاب كلهم تغيروا وما عاد مثل الأول، حتى الطرح تغير. يعني نادر ما ألاقي كاتب عنده فكر، لكن أنا ألوم إذا ألوم أحمد جوهر. أحمد جوهر يعني هو قاعد يصنع أعماله لأنه هو اللي قاعد يكتب وهو قاعد ينتج أعماله. فذبحنا صراحة بالتراثي أعمال يعني واحدة ورا الثانية واحدة يعني تنويع. شوف هذا فرق بينه وبين عبد الحسين عبد الرضا. شوف عبد الحسين عبد الرضا لما يسوي التنديل